خلينا نبدا معك ابو فيصل، الحديث عن الفيصلي والاتفاق، نبدا بالاتفاق المنتصر في هذه المواجهه، انتصار من زمان على الاتفاق وانتصاراته، اخذ مركز وخطوه للامام ووصل من خلال النقطه 23، الفيصلي ما ظهر بالطريقه اللي احنا نشوف الفيصلي عليه ونشيد فيه دائما فنيا. جيد على قولتهم وله جيد في هالمباراه. اشوف خليني امر على الفيصلي، بس هذا الفيصلي يعني من دخل الدوري السعودي المحترفين وهذا هو. يجمع لك اكبر عدد من النقاط في الدور الاول ويريح الدور الثاني. تجد الفيصلي في كل المواسم السابقه مختلف بين الدور الاول وبين الدور الثاني، فشيء طبيعي هذا، ما هو جديد. الاتفاق اليوم عوده قويه حقيقه للاتفاق، كان بحاجه ماسه لهذا الفوز، اوضاع الاتفاق يعني على صفيح ساخن دائما. المدرب الفريق خالد العطوي دائما تحت الضغط منذ توليه يمكن مهام تدريب الفريق، بحاجة كان هامة للفوز اليوم. اليوم مباراة الفريق قدم مباراة جميلة حقيقة، استحق من خلال الفوز 3 نقاط تعني الشيء الكثير للاتفاق أنه يتقدم إلى الأمام. الاتفاق احنا نعرف أنه يعني منذ عودته إلى الدوري المحترفين ما قدم نفسه بالصورة الجيدة، دائما ما يحاول الابتعاد عن الصراع الهبوط، هذا أقصى الطموح للاتفاق. أعتقد أن اليوم هذه خطوة مهمة في هذا الطريق لينتهجه الاتفاق منذ عودته إلى دوري المحترفين.